أحمد بن سعد بن ثويني موظف حكومي سعودي كان ليلة الجمعة الماضية بصحبة أسرته في نزهة برية قبل أن يستقبل القرار الملكي المبهج الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف راتب الشهرين لموظفي الدولة. والله إن كنا في البر وتلقوا الخبر صراحة أدور أخويا ما عاد لقيته، وكل راح يفرحها له ومبسوطين الصراحة، وكانت تنهال علينا مكالمات من حق من ناس تبع الضمان الاجتماعي لهم معرفة في ناس معنا كانوا يبكون ويدعون له. والله ومثل أحمد يوجد كثيرون أصبحوا يعرفون أين سيتم صرف الراتبين. لمسة كريمة منها، الله يطول عمره ويخليه لنا إن شاء الله. والموظفين مبسوطين كلهم، ومن ضمنهم أنا الراتب حقي هذا كنت في حاجة له والله صراحة، والحمد لله أنه جاء في وقته ودعينا له أن الله يوفقه. والله يعني لها عندي أمور كثيرة يعني في البيت، ويعني زي أثاث أو ملتزمات، يعني واحد الديون تجي أحيانا عندي ديون أبغى أسددها، الحمد لله يعني جت في وقتها. طلاب وطالبات الجامعات كانوا من ضمن المستفيدين وسيحصلون على مكافأة شهرين، قال بعضهم إنها جاءت في وقتها. الحمد لله والله جت في وقتها، راح تنصرف إن شاء الله على كم فواتير جت علينا، كانت يعني جت في وقتها بالضبط. أتوقع يصرفونها بالأسواق وما الأسواق والمطاعم، وأكيد كل بيسدد اللي عليه كفواتير أو واحد متسلف، أتوقع زي كذا. نصائح كبار الاقتصاديين اهتمت بتركيز الموظفين على استغلال راتب الشهرين في تسديد مستحقاتهم وديونهم وضبط دافع الاستهلاك التجاري في هذه الفترة. أنا أمنيتي فقط من كل الموظفين الحكوميين أو المتقاعدين أو موظف القطاع الخاص، إذا استلموا مثل هذه الأموال أن يسددوا ديونهم، ما يروحون يركضون يشترون موبايل يشترون هنا، أبيهم يعني يخففون الديون اللي عليهم، لأن يعني هذه فرص الحقيقة رائعة تجيهم. وبدأ بعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أرقام وعناوين لإبلاغ وزارة التجارة في حال تعرضوا للاستغلال ورفع أسعار بعض السلع التجارية في هذه الفترة. نواف القثامي، العربية، الرياض.